Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Münzu sa'a vahide ve nus ana emşi hatta min Üsküdar ila huna, yani ila hadal mescid el kebir vasaltu qabla kalil. Ana ala veşki en edkul ila hadal mescid el ra'i'. Evet, nantaziru dukhul ileyhi el manzar ra'i cidden. Ana fi kımmetil müsemmiye Çamlıca. Min huna kulli şey ra'i. Evet, unzuru el manzar. Evet, mevkiu hadel mescid رائع تحت قدمي مضيق مرمرة وتحت قدمي مدينة اسطنبول تحت قدمي كل أراضي اسطنبول الحمد لله وصلنا هذا المشي أتعبني لكن لا أشتكي أي شيء بعد الوصول إلى هنا نسيت كل شيء هذا المسجد بني من قبل رئيسنا التركي رجب طيب أردوغان في بداية هذا البناء بعض الناس قالوا لماذا أنت تبني هذا المسجد في قمة هذا الجبل لكن وأيضا ادعي أن هذا المسجد سيكون فارغ من الناس لكن بعد انتهاء إكمال هذا المسجد رأينا هذه الادعاءات ليس له أصل هذا المسجد الآن رمز إسطنبول أصبح رمزا لتركيا كثير من الزوار يأتون من كل جهة مثلا أنا مشيت ساعة واحدة ونصف طبعا كثير من الناس يأتون إلى هنا بعدة طرق أظن بعضهم يأتون بسياراتهم بالمواصلات العامة لكن أكيد هذا المسجد يستحق الزيارة في أمان الله أدخل هذا المسجد الرائع أنا دخلت فناء المسجد هذا المسجد اسمه چاملıca الآن أنا في فناء المسجد انظروا ربعة هذا المسجد وصلت إن النافورة المسلمون يتوضؤون هناك لكن أريد أن أريكم حول هذا الفناء كيف هذا المسجد بني مثل التراث العثماني يشبه المساجد العثمانية أظن الفرق هنا حجم هذا المسجد أظن هذا المسجد أكبر من كل المساجد العثمانية دخلت مسجد السلطان أحمد ودخلت بعض المساجد العثمانية لكن لم أرى أي مسجد بهذا الحجم وبهذه العظمة نعم هذا المسجد أكبر من مساجد العثمانية والسلجوقية أظن في كل أنحاء العالم يعني إذا نظرنا المساجد في كل أنحاء العالم هذا المسجد احتل مرتبة جيدة
نعم أريد أن أدخل داخل هذا المسجد في أمان الله. نعم أجل أنا دخلت داخل هذا المسجد شيئا فشيئا أقترب من مركز المسجد. طبعا مثل فناء المسجد داخل المسجد أيضا كبير جدا، حتى وصول إلى المحراب يستغرق طويلا، يعني يأخذ مني وقتا كثيرا. طبعا المسلمون أو المصلون أو الناس يلتقطون الصور، هذا المنظر يجذب السياح يجذب السائحين. نعم شيئا فشيئا أقترب إلى المكان الذي سأصلي فيه، لكن أريد أن أقف في مركز هذا المسجد. انظروا أديروا المصور حولي. باب المسجد، باب المسجد. أوجه إلى قبة هذا المسجد، انظروا. نعم أكملت تصويري، تأثرت كثيرا بوجودي في هذا المسجد. إن شاء الله سأصلي صلاة العصر، سأكمل مهمتي هنا في أمان الله. أجل بثنا يستمر من مسجد شاملجة. قبل قليل من سطح المسجد صعدت إلى الطابق الثاني. نحن نقول طابق الثاني لكن ليس الطابق الثاني، ربما صعدت الطابق الرابع والخامس والسادس والسابع لا أعرف. يعني جدا المكان مرتفع جدا، كأنني في الطائرة والناس مثل النملة، يعني لا أميز الناس، يعني ارتفاع كبير جدا حتى لا أستطيع أقترب أكثر، لأن يخوفني هذه المسافة وهذا الارتفاع. أبتعد قليل. تشاهدون داخل المسجد، داخل المسجد كبير جدا، إذا أضفنا الطوابق الأخرى يعني ما شاء الله يتسع هذا المسجد لكثير من الناس. يعني لا أعرف بالضبط 10,000 أو 20,000 شخصا، لست متأكدا، لكن روعة هذا المسجد ممتاز جدا. يعني لم أتخيل أنني سأرى هذا المنظر. لا أستطيع إبعاد عيني من هذا المنظر. الآن أوجه قليلا، انظروا السطح والطابق الأول والطابق الثاني. صعدت القمة، قمة هذا المسجد، ومن هنا بث هذه المعلومات. انظروا رائع جدا. طبعا هذا اليوم يوم عادي، ليس يوم الجمعة وليس ليلة القدر، لذلك الناس عددهم قليل. أتمنى أن أزور هذا المسجد في الأيام الدينية والمباركة. ربما هذا المسجد سيمتلئ بالمصلين بعد ملء الناس، سيكون أكثر رائعا أكثر روحانيا. إن شاء الله يوما ما سأتي إلى هنا سأصلي مع الجماعة كبيرة.
لم يبقى عندي كلمة المصهر يشرح لنا كل شيء شاهدوا بدقة وزوروا أنتم أيضا هذا المسجد لكن طبعا لا تزوروا مثلي لأن مشيت أنا كثيرا من أقصر إلى هنا أظن أكثر من 10 كيلومترات هذا صعب عندكم إمكانية السيارات والحافلات بإمكانكم أن تصل إلى هنا طبعا هذا المسجد يقع في منطقة آسيا وصوله أسهل من أناضول يعني الذين يعيشون في كوجيلا في سكاريا ليس صعب يعني لا يعبر جسر أو نفق لذلك يسهل الوصول إلى هنا أتمنى أيضا أنتم تجدون الفرصة لزيارة هذا المسجد في أمان الله وأخيرا أريد أن أصور خارج المسجد خرجت من منطقة المسجد من الخارج أيضا يبدو المسجد رائعا الآن أدير المصور إلى مضيق بوسفور هنا المنظر رائع جدا جزءا صغيرا نستطيع أن نرى إسطنبول أمامنا إسطنبول تحت قدمي جسر لا أعرف أنتم تستطيعون أن تروا لكن المنظر بالنسبة لي رائع هذا حول المسجد كل شيء هنا جميل كل شيء جميل سأغادر سأودي هذا المكان لكن لا أستطيع يعني تركه صعب جدا زرنا صلينا تجولنا شاهدنا المنظر لكن حان الوقت للمغادرة نعم انتهى بثنا هذا اليوم في أمان الله